ما الحب إلا للحبيب الأول، جملة يمكن أن نلخص بها عودة البوسني وحيد خليلوزيتش للمغرب واستلامه زمام الأمور التقنية للمنتخب الوطني المغربي. وبغير الجميل لهذه البلاد، وهذيك الشيء علاش كان محمس باش يجي يدرب المنتخب الوطني. هذه أكثر من 10 سنوات هو كيتصل بي وكيتمنى يجي يدرب، وشحال من خطرة دار محاولات باش يجي، مع الأسف ما كانش كتكلل حتى لدابا. واخر اتصال به كنت اتصلت به قلت له شوف صافي لونطون وانت، قال لي بيان سور مي مانتنو الحمد لله دابا عاد توفقنا باش ندرب المنتخب الوطني. كنظن الا كانت المجموعه اللي تكون دايره به والناس اللي غادي يكونوا المحيط ديالو يكون سان، كلشي باغي يخدم، كنظن غادي يكون ان شاء الله نتائج لترضي الجميع. وحيد المزداد بتاريخ 15 من أكتوبر سنة 1952 بيابلانيتشا بدأ مسيرته كلاعب مع فريق موستار اليوغوسلافي سنوات السبعينيات والثمانينيات من القرن الماضي، قبل أن يخوض تجربة احترافية ناجحة مع نانت الفرنسية حيث حاز على لقب الدوري عام 1983 ولقب أحسن هداف للدوري عام 1985. وشكل ثنائيا رهيبا مع أونري ميشيل وثلة من النجوم الآخرين. ولوج عالم التدريب لم يكن سهلا على البوسني، إذ عانى كثيرا من ويلات الحروب والمجازر الدموية في البوسنة، مما جعله يعود للديار الفرنسية بعد تجربة أولى كمدرب مع فريقه الأول في ليز، حتى ولد من جديد مع فريق الرجاء الرياضي موسم 1997-1998، إذ خاض أول مباراة رسمية أمام أورلاندو بايرتس الجنوب الإفريقي برسم الجولة الأخيرة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا، والتي عرفت فوزا صعبا للخضر بحصة 2-1 ليلعب بعدها نهائي الحلم أمام جولد فيلدز الغاني ويتوج بأول لقب قاري في مساره التدريبي، كما سيحرز على لقب الدوري في نفس الموسم برصيد 67 نقطة وبهزيمة واحدة. بسم الله الرحمن الرحيم. فيما يخص وحيد بالطبع سنة 97-98 يعني سنة مرت يعني رابيدمون، كان شامبيون دافريك مع الرجاء بها، لقيت فجة بون ديك الساعات كانت لا يوغوسلافي وحيد كان عنده لاكسون يوغوسلاف و امبوزون بلاطاي ديالو بالمعرفة ديالو بعدة لي كاليتي ديالو. وبالطبع هذيك لا بيريود الرجاء كانوا دراري جريندو شادلي رضا الرياحي يعني مستودع الى ما خانتش الذاكره. طبعا الرجاء كانت هذيك هي لقيتها فاش عندك كانوا عندها لي تيتر دافيلي راه كانوا خاضوا ستادي لي تيتر دافيلي 95 96 97 98 سيتي دافيلي. و اللي نقدر يعني باش ان اونترينور كيدير سنه يعني سنه كان دازت رابيدمون ما داز خفيفه، حتى المهم واحد النهاريات ان دي ماتان الجرائد ديك الساعه ما كانش لابارس الكترونيك، الجرائد كيقول لك واحد اي بارتي يعني بقات هذيك اي بارتي بقات ما يعني كلشي كان جاتو على بغتا بون لي ريزون سوء تفاهم ولا المهم كان مشى. يعني باش كيكون عندك ان اونترينور شامبيون دافريك وكيصاوب لك ليكيب وكيمشي دونك بقات لي ريزون يمكن واقيلا دي ريزون دوبينيون ولا نجاح. نجاح وحيد على المستوى القاري له ابواب العالميه، اذ عاد بعدها الى فرنسا حيث قاد نادي ليل من المركز الثاني في الدوري الفرنسي للدرجه الثانيه الى المركز الثالث في الدوري الفرنسي للدرجه الاولى خلال 3 سنوات بعد فوزه بالبطولة الفرنسية للدرجة الثانية، قبل أن يلتحق بفريق باريس سان جيرمان الذي فاز معه بكأس فرنسا سنة 2004.
غير حليل زيتش الوجهة نحو القارة الأسيوية متنقلا بين عديد من الأندية أبرزها نادي طرابزون سبور التركي ونادي الاتحاد السعودي قبل أن يجري تعيينه مدربا لمنتخب الفيلة سنة 2009 وحقق معه التأهل لمونديال جنوب إفريقيا سنة 2010. في عام 2011 توج بالدوري الكرواتي الممتاز مع نادي دينامو زاغرب. من 2011 إلى 2014 كان مدربا للمنتخب الجزائري الذي استطاع ولأول مرة في تاريخه التأهل لدور 16 من كأس العالم بالبرازيل سنة 2014. وفي عام 2018 استطاع تأهيل منتخب اليابان لكرة القدم لكأس العالم 2018 للمرة الثالثة في مسيرته التدريبية قبل أن تتم إقالته في 9 أبريل 2018 قبل شهرين من بدء إقصائية كأس العالم في روسيا. وآخر محطة تدريبية له كانت بينان دينونت الفرنسي. والسؤال سيبقى، هل يستطيع وحيد جلب كأس قارية غابت عن خزائن الكرة المغربية قرابة 43 سنة؟ هو رجل يرفض يعني قطعا أن يتدخل أحد في الأشغال دياله، وحضرنا له مرارا كان تيوقف بعض الناس اللي كيحاولوا أنهم يتدخلوا إما في اختيارات اللاعبين أو بعض الأشياء بحال كما تيخليهمش. الرجل صارم، الرجل منضبط، الرجل كيعرف العمل دياله، وفي العمل ديالو، القرب ديالو من اللاعبين تيبقى عنده دائما حفاظ على واحد المسافه ديال السلامه ما بينه وبين، حتى باش ما تخلطش الاوراق ديال المحبه والصحبه وكذا والزبونيه وكذا وكذا. ولكن هو كشخص كمدرسه واش غادي يصلح ولا ما غاديش يصلح لينا؟ هذه الايام اللي غادي يمكن لها تبين واحد